وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الاقتصاد والعالم. عم بتابعوا هالحلقات وعم تنال اعجابكم الحمد لله. عم نلاقي الاستقطاب لكم بالاسئلة، هيدا اللي عم بأكد لنا انه عم نال اعجابكم. فنحن عم نطرح مواضيع، موضوع الساعة، موضوع اللي عم بيصير بالعالم ككل وبلبنان بالتحديد اكثر، موضوع الاقتصاد اللي مأثر على يعني كل البشرية إذا بدنا نقول. فنحن اليوم مع المستشار الاقتصادي والباحث السياسي الدكتور بلال علامة. أهلا وسهلا فيك بحلقتنا اليوم. إذا بدنا نعمل أول حلقة، أول سؤال حيكون إذا بدنا نعمل مفارقة بالنسبة للاقتصاد، نحن طرحنا مش بس لبنان، لبنان والعالم، لانه الاقتصاد انه انهيار شامل يعني، بس لبنان متاثر اكثر بهيدي الازمه. فقد ايه في مفارقه بين اول حلقاتنا او اول حلقه ولهلا الاقتصاد؟ قد ايه الانحدار عم بيكون قوي او الانحدار عم بيكون بطيء؟ انت بتعرف تجاوبنا، يمكن نحن نشوف بطيء، انت تشوف عم بيكون حد يعني. بدنا ناخذ منك موضوع شامل قديش المفارقه. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، دايما مرحب بحلقات الاقتصاد والعالم بمكتبك، بالمكتب بالمركز عندي، لأنه حقيقة هو الاقتصاد هاجس لكل الناس وكل المجتمعات. أهلا وسهلا. وهو هاجس لكل المجتمعات وكل الدول، بمعزل عن الوضعية الخاصة للوضع اللبناني أو علاقة لبنان بباقي الدول العربية الشقيقة والمحيط تاعه، الاقتصاد دائما هاجس. واليوم مؤشر المعتمد على المستوى العالمي لتحديد وضعية الدول هو المؤشر الاقتصادي. يعني اليوم إذا دولة الوضع الاقتصادي فيها مرتاح والمؤشرات الاقتصادية كلياتها إيجابية، منقول إنه وضع هذه الدولة كويس. بالمقلب الآخر إذا كان سلبي منقول إنه الوضع سلبي. بلا مقطوع بحديثك، نحن إذا فرقنا العالم ما كانت عم تتابع على قد الوضع الاقتصادي، بس عم توصل للقمة عيشهم، عم توصل للمواد الغذائية، مشان هيك الناس عم بتتابع الاقتصاد، عم بيصير كتير حيز للعالم. ما كان هالقد عنده الناس يعني متابعة سياسية، بس الاقتصاد ما كان هالقد قد هالفترة من الزمنية. هلا بوصل لهذا الموضوع. وحقيقة أنا عملت هالمقدمة الصغيرة لأقول شغلي، بما يعني أول شيء لبنان منذ 4-5 سنوات وهو يعاني من انهيار اقتصادي أو تدهور ناتج عن سوء الحوكمة اللي كان معتمد لكل السياسات الاقتصادية والمالية اللي طبقت في لبنان طيلة فترة السابقة. هلأ اللي خلى الأمور تتردى بشكل دراماتيكي هو الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة في قطاع غزة، وانعكاسها على كل دول المنطقة، لا سيما انه كثير من دول المنطقة دخلت بطريقة اما مباشرة او غير مباشرة بهذه الحرب. اليوم منشوف انه اليمن وبعض الفئات في اليمن بدأت تعمل عمليات عسكرية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب، وهيدا يعتبر الممر الأساسي، هذا المضيق يعتبر الممر الأساسي لحركة التجارة والتبادل بين كل دول الشرق، ونقصد فيها تحديدا الصين والدول غرب آسيا، إضافة إلى الدولة الروسية بحجمها الكبير، ومرور هذه التبادلات وصولا إلى دول الشرق يلي هي دول البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا كما مر باتجاه أوروبا. طبعا إقفال مضيق باب المندب دفع بكل شركات الناقلة والشاحنة إلى البحث عن بدائل، فذهبت باتجاه برمة كتير كبيرة اللي هي من رأس الرجاء الصالح، وهذه عملية ستزيد من التكلفة، ستزيد من الأعباء، وستزيد من المخاطر اللي عادة بترافق العمليات التجارية والتبادلية. هذا يؤثر سلبا على كل الأسعار، يؤثر سلبا على نوعية السلع اللي لأنه المدة الزمنية صارت بدها تكون أطول بكثير،
في بعض السلع بالتداول ما بيسوى انه يمر عليها وقت طويل لحتى تصير ضمن الاسواق او ضمن السلة الاستهلاكية اللي الناس عادة بتستعمل. هذا زاد من حجم الكارثة الاقتصادية اللي لبنان عم بعيشها. فمقارنة من الحلقة الأولى وقت اللي حكينا عن الاقتصاد اللبناني ومدى التراجع اللي حاصل فيه أو التدهور مقارنة بدول المحيطة اللي كانت إلى حد ما مرتاحة شوي، أضيف الحرب وكل العوامل والأثار والتبعات اللي تنتج عن الحرب إن كان مباشرة أو غير مباشرة مثل ما وضحناها، هذا عمق الأزمة وزاد من استفحال التدهور، وبدأت الأمور الاقتصادية تجنح نحو التدهور الكبير. اليوم في تضخم، في نسب تضخم كتير كبيرة، في تراجع بفرص العمل، في تراجع بالاستثمارات، وطبعا هيدا شيء طبيعي كنتائج غير مباشرة للحرب، لأنه نحن بنعرف أنه رأس المال جبان، ولا في حالة عدم الاستقرار أو عدم اليقين رأس المال دائما يتراجع أو ينكفئ عن الدور اللي لازم يلعبه، وهذا اللي حاصل بلبنان اليوم وبكل محيطنا مع الدول الشقيقة والصديقة. وبالتالي اليوم أعتبر أنه الأزمة كبيرة ونتائجها كتير كبيرة ولا يمكن الخروج منها. قديم دكتور من الأول، من أول حلقة لهلأ تعليم اليوم ما بين أول حلقة حكينا أول حلقة قدي كانت نسبة وقدي هلأ صارت النسبة اليوم ما بين شيء. أول حلقة وحاليا أعتقد أنه في تراجع بنسبة 40% إضافية عن حجم التراجع اللي كنا عم نحكي عنه. واستكتابا على الموضوع لما آخر حلقة كنا عم نحكي على البنوك اللي عم تفلس، لما أكون عم تزيد كمان البطالة طبعاً هذا اللي عم بزيد كله. طبعاً كان الرهان عم تسكر. كان الرهان بالأربع سنوات اللي مرقوا بلبنان أن يكون هناك سلة كبيرة من الإصلاحات، سلة كبيرة من القوانين الإصلاحية التي تعيد للاقتصاد عافيته، ولكن ما حصل إنه أمام التقاعس في إقرار هذه السلة الإصلاحية طبعا اجت الحرب واجت الازمات واستفحلت الامور وبدا التراجع يطال كل القطاعات اللي كانت بعدها عم تجرب انه تصمد يعني بشكل او نهب انه القطاع المصرفي كنا نحن لبنان يعني كان ركيزه اساسيه. هلا قطاع انهيار القطاع المصرفي اثر كثير على الوضع اللبناني، هذا سؤال يعني هذا بشكل او باخر. شو عم بقول لك؟ عم بسال انه كثير القطاع المصرفي ليكون نحن معتمدين عليه لينهار، قديم اثر على لبنان، مأثر بشكل كتير كبير. مشان هيك الانحدار، يمكن مشان هيك الانحدار صار أكتر. هو طبعا هو القطاع المصرفي بيأثر على الاقتصاد اللبناني، والاقتصاد اللبناني بتعافيه بيأثر على القطاع المصرفي. يعني بمعنى أوضح، بحالة الانهيار والاضطراب كل القطاعات بتصير تتخبط، ما بيعود في طريقة سليمة لحتى تدير أمورها. وبالتالي شفنا أنه التقاعس عن إقرار الإصلاحات اللازمة للقطاع المصرفي جعل آخر فترة كثير من المصارف إما بدها تهرب أو بدها تزمط باللي بتقدر تزمط فيه قبل ما يوقع المشكلة الكبير، ولا وهو التوقف عن الدفع. لأنه من الواضح أنه في كثير مصارف في لبنان لن تستطيع الاستمرار. هيدي لحتى نحللها بالمعطى الاقتصادي، منشوف انه هذه المصارف يلي كانت عاملة بلبنان واللي احتجزت اموال الناس بطريقة غير مشروعة، كان لازم يلتقى حل هذا المشكل، لانه بالنهاية الناس ما حد ناطرة وصابرة الى ما شاء الله. عندما الامور عم تشتد صعوبة، المصارف عم تشوف انه الامور بدها تستفحل، ما عندها حلول، ما عندها حلول. ليش المصارف الايداعات شو بصير لها؟ الايداعات بالمبدا الايداعات ما بتروح، بتروح عند مصرف لبنان يعني؟ لا، بالمبدا حتى هي موجوده لدى المصارف. هلا المصرف هذا فلس،
الإيداعات بالمبدأ هي مسجلة لدى المصارف، وعلاقة المودع هو مع المصرف اللي أودع فيه مصرياً. وتفلس هذا المصرف. أما المصارف كيف بتوظف بتوظف هذه الأموال؟ هون علامة الاستفهام، لأنه هو بالمنطق المفترض أن لا تتصرف بكل الودائع ولا بنسب كبيرة منها، أي بمعنى أوضح في معايير دولية بتفرض عليها أن لا تتخطى نسبة 30-35% من التصرف بهذه الأموال أو بهذه الودائع، وبالحد الأقصى إذا بدنا نخاطر نقول 40%. اللي حصل بلبنان أنه نتيجة التراخي بتطبيق القوانين أو انعدام تطبيق القوانين ذهبت المصارف إلى التصرف بنسب عالية جدا، وصلت في بعض المصارف إلى 70-75% من أموال المودعين. أمام استحالة إعادة هذه الأموال سواء حطتهم بمصرف لبنان أو لدينتهم للدولة اللبنانية أو استثمرتهم بالخارج وتعرضت لخسائر، ما في إمكانية اليوم لتستعيد هذه الأموال وترجع تكون أرصدة الزبائن يلي هي تصرفت فيها. صار في مشكل جدي بإعادة الودائع إلى أصحابها. من هون لابد كان من حل يطرح على مستوى كبير وعلى مستوى شامل وعلى مستوى الدولة اللبنانية، وهذا ما لم يحصل. أي متى حيصير اليوم؟ اليوم في تقاعس من قبل السلطة بلبنان عن أنه تطرح هيك مبادرات أو هيك سياسات. في طبيعة إذا بدنا نقول أو نوع من التغاضي عن الحالة بين المعنيين بالطبقة السياسية وبالقضاء وبالمصارف، وتركين المواطن ضحية الوقت، كونه بيعتبروا أنه مع الوقت كل شيء سيتضاءل قيمته ستتضاءل. لا، المريض ما بيتضاءل، لأنه عندك مرض عم يستفحل بجسمك، حيوصل لوقت انه يصير عم يحكوا عنه تعبير انه مع الوقت لا بدها تتفاقم الوضع، ما بده يتضايق. هو صح دكتور، بده واضح انه حصل تفاقم، ولكن رهانهم عم يقول كان انه مع الوقت بتموت الودائع او بتفقد قيمتها، ما بعود المودعين يطالبوا فيها بالشكل اللي عم يحصل هلا. طبعا ما مشيت الامور هيك، لانه المودعين بالنهايه اصحاب حق وعم بيطالبوا بودائعهم ومصرين انه يحصلوا على ودائعهم، لذلك الامور عم تتفاقم سلبا. كمان دكتور في غلا كتير، يعني الواحد كمان بيضطر انه ياخذ مصاري، مش ما عم بيكون مرتاح على وضعه، بيضطر يروح ياخذ مصرياته من البنك، ما هني ما عم بيقدر يصرف لانه كتير عم بيغلوا، بدل ما هني يريحوا المواطن كمان عم بيزيدوا الضرائب بكل جلسه، عم بيزيدوا الضرائب. كيف بدنا ننسى ودائعنا ونحن كل فتره ما عم نلحق دفع؟ ذكرت أنا أنه نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة وبعض التبعات اللي وصلت إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر ورأس الرجاء الصالح وإقفال أو عدم الاستناد على مرور السفن من قناة السويس وغيرها، كل أرسي التبعات سلبية أدت إلى تفاقم التكلفة والأسعار والمدد الزمنية. اليوم في غلاء وصل إلى 40% من تاريخ بدء الحرب حتى الآن، 40% إضافة. هذا الموضوع ترك عبء على المواطنين إضافة عن اللي كانوا فيه. ما بدنا ننسى أنه بمحل معين كمان السياسات التي تمارسها السلطة في لبنان لناحية زيادة الضرائب والرسوم بطريقة خرافية أو جهنمية حصلت بموازنة 2024 أدت بمكان ما إلى أن يصبح المواطن عاجز عن تلبية المدفوعات. صح. كيف ما كان، شو ما كان دخله وكيف ما كان، مش عم يلحق، ما ممكن يلحق. نووي يعني بمعنى أوضح، وصار حجم المطلوبات من الناس أكثر بكثير من الإيرادات أو مما تجنيه، وهون فتنا بالمشكلة الأكبر. طبعا بشهر رمضان المبارك ان شاء الله بينعاد، بدي عايدك بشهر رمضان، بدي اقول لك قد ايه ما يدنك، بدي اقول لك قد ايه بشهر، ما نحن قد ما دكتور الضغط النفسي اللي عم نعيشه عم ننسى المناسبات. يعني انا بدايتي كان لازم عايد المشاهدين ونحن يعني قناة عربية نقول لهم نعاد عليكم بشهر رمضان، بس يمكن نحن أنا حأتولى هاي القصة قد ما نحن يمكن شوي مضغوطين نفسيا، وقد ايه عم بقول لك الحجم عم
الضغط النفسي والضغط لحتى تستحصل على المواد الغذائية بالرمضان قد ايه عم بيكون صعب على المواطن اللبناني؟ قد ايه عم بيكون صعب؟ يعني هذا الشيء اثر كثير كمان زيادة تفاقم الموضوع اكثر بشهر رمضان. الناس انا ما اغفلت او تنسيت انه لازم مع بداية شهر الخير والشهر الفضيل شهر رمضان المبارك انه نتوجه بالتهاني لكل العالم العربي والاسلامي مع تمنيات بان يحمل هذا الشهر ببركاته وفضائله كل الخير لكل شعوبنا في المنطقة. ولكن انا بدي اقول شغلي، دائما شهر رمضان المبارك له تأثير على نمط الحياة وعلى المصروف او على النمط الاستهلاك اللي بيتبعه بس الإنسان. مش مثل هالسنة دكتور، هلأ نتيجة الظروف اللي شرحناها بداية، يعني الأزمة الاقتصادية اللبنانية نتيجة تفاقم أزمة المنطقة بالحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وانتشارها أو امتدادها إلى أطراف المنطقة ككل، هذه الأزمات المتراكمة مع بداية شهر رمضان كانت ظاهرة الأثار السلبية والضغط يلي مورس على الناس، أولا نتيجة حاجتها لتغيير نمطها الاستهلاكي وهو هذا ليس متاحا بالشكل الطبيعي لأنه هي أوريدي تحت ضغوط كبيرة، ثانيها أنه ارتفاع الأسعار ارتفاع التكلفة جعل من إمكانية تلبية احتياجات شهر رمضان شوي صعبة، واليوم بنشوف انه الناس بهذا الشهر الفضيل عم تختار وغيرت اولوياتها الاستهلاكيه والمائده الرمضانيه لم تعد كما كانت، بس بعد ما بيقدروا حتى حتى عم تختصر الناس وما عم تقدر تلبي حاجتها. ايه طبعا، لانه عم اقول بالمنحه الاستهلاكي غيرت النمط، حددت اولويات جديده لعله تقدر تفي بالغرض، رغم هالشيء أصناف كثيرة اليوم مفقودة عن المائدة الرمضانية بالبيوت ولدى العائلات، ولكن رغم كل هذا الشيء ما عم تقدر تقوم بواجب الشهر الفضيل بالحد الأدنى، لأنه حقيقة التفاقم في الأسعار التفاقم في التكلفة صار هائل جدا، ومثل ما قلنا قبل شوي أنه في كثير من الأمور زادت الضغط على المواطن بالضرائب والرسوم والأعباء. وهون بدي أقول شغلي أنه هذه الضرائب والرسوم والأعباء اللي فرضت بالموازنة هذه لها تبعات كمان على الأمور الاستهلاكية، زيادة بالضرائب، زيادة بالرسوم، زيادة بالتكلفة، بالنقل، بالمواد اللي بيستعملوها بالعمليات الإنتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية. يعني بمعنى أوضح اليوم المواطن اللبناني في ظل هالشهر الفضيل الله يعينه كيف بده يكفي وكيف بده يأمن متطلباته ولو بالحد الأدنى، ولو بالحد الأدنى. ونحن بنعرف انه اللبناني دائما في هذا شهر الكرم لازم يكون اللبناني كريم ويقوم بالواجب قد ما بيقدر. بعتقد زي ما قلنا يمكن آخر سؤال بس هيكون طويل الجواب. إذا قلنا نحن عم تنطرح دايما أقاويل، ما حنقول أسامي، أنه لبنان بتغيير نظام، هل يا ترى لبنان له تغيير نظام لحتى لهلأ ما وصلنا للرئاسة؟ وإن كيس ما تغير النظام، يعني أنه نحن عم نقول دايما عم بينطرح أنه في تغيير فيدرالية، هذه من زمان طرحت وما مشيت. طبعا طبعا في كتير أصوات عم بتنادي مدنية، ما بعرف يعني عدة نقاط. وإذا ما انطرح، إذا ما صار هذا الشيء، هل يا ترى الرئاسة اللي نحن ناطرينها أي متى، وهذه الرئاسة إذا تحققت هل يا ترى حتعمل حلول أو في بوادر خير؟ لأنه دايما بيجي الرئيس بننطر بلبنان، بيجي الرئيس على أساس في حلول بتطلع الأمور أفشل، لأنه دايما بيجيبونا رئيس وعن كلمته وعن هذا بيجيبونا رئيس بدل ما يساعدنا بينهبنا مثل الكتلة كليتها. إذا ما موافقين هن بيتفقوا مع بعض على النهب والرئيس بينهب معهم ما بيجيبونا إياه. فهيدا سؤالي بس يعني مطول شوي.
لا هو سؤال مطول عدد ولكن عدد هو يعني النظام والرئاسة هو يختصر قدر. يختصر المأساة كلها اللي عايشينها بلبنان. والحقيقة من ضمن السؤال في الإجابة، يعني أنت حضرتك طرحتي السؤال وبنفس الوقت ضمنا فيه الإجابة. دائما دائما المشكلة ليست في الأنظمة أو بالنظام بالمعنى العلمي للنظام، المشكلة بالأشخاص يلي بيطبقوا. اليوم الدستور اللبناني هو دستور عصري ودستور متطور ديمقراطي وقادر أنه يفي بالغرض، ولكن الشرط الأساسي أنه من يتبوء المناصب السياسية والمراكز عليه أن يتمتع بنفس الكفاءة اللي الدستور بيتمتع فيها لحتى يعرف يطبق. هاي واحد. اثنين، إذا ذهبنا باتجاه تطبيق الدستور فنحن نقول أن الخطوة الأولى المطلوبة اليوم هو انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية. بس احنا خرقين الدستور عدة مرات دكتور. نحن مرتين، مرة تم تغيير الدستور بالمعنى الحقيقي باتفاق الطائف، والمرة الثانية ما سمي اتفاق الدوحة، ولكن لم يتم التغيير خطيا، تم تغييره من خلال ابتداع بعض الطرق أو الأعراف بممارسة الحكم، واللي نحن ما بدنا أصلا نلجأ لهيدا الموضوع حاليا، ولا بعتقد أنه فينا نروح باتجاه تغيير الدستور أو النظام. ما هو نحن بحاجة له إلى إيجاد أشخاص يكونوا على قدر الكفاءة والمسؤولية في تطبيق هذا النظام وتطبيق هذا الدستور بكل شفافية ودقة، وأن تكون المقاربة اللي بدهم يمارسوها هي لمصلحة الوطن لبنان. عندما بننتخب رئيس جمهورية وعندما بيعيد إحياء المؤسسات بدءا من رئاسة الحكومة والحكومة وصولا إلى المجلس النيابي من خلال انتخابات ديمقراطية بكل معنى الكلمة، أنا بقدر أقول وبقدر أجزم أنه لبنان بيستعيد عافيته لناحية بعدين الباقي المتفرعات تاعت النظام، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو التربوي أو الاستشفائي أو الطبي أو غيره. ليش؟ لأنه بكل بساطة الجسد، جسد الإنسان ما بيتحرك إذا لم يكن عليه رأس. نفس الشيء اليوم الوطن بلا رأس ما بيقدر يمشي، والرئيس الجمهورية بحسب الدستور هو الحكم بين السلطات وهو رئيس الدولة، يعني رئيس الكل، وبالتالي هو الذي يشرف على تسيير كل المؤسسات وكل أمور الدولة بما فيها مصلحة المواطن. رؤيتك أي متى ممكن يطلع رئيس أو أنا رئيس؟ أنا أعتقد أنه واحدة من الأمور السلبية جدا يلي لبنان بيعاني منها أنه الطبقة السياسية أو بعض المسؤولين السياسيين اللي متحكمين بزمام اللعبة رابطين مصيرهم بالخارج بشكل كتير كبير، بحيث أنه أصبحوا ينتظرون من الخارج أن ينتخب رئيس الداخل، بينما الحقيقة هي أن المسؤولية تقع عليهم وعليهم أن ينتخبوا رئيس من الداخل قادر على التعاطي مع الخارج. صح. ونحن بالدستور اللبناني في بنود وفي أسس لا يمكن أنه ينزاح عنها. بس ما جاوبني، في تغيير لبنان نزار. بلد وطن نهائي لجميع أبنائه. لبنان بلد مؤسس في جامعة الدول العربية وفي مجلس الأمن ويلتزم بالقوانين الدولية. لبنان بلد ذو وجه عربي، هيدي حسمت بدستور الطائف، وبس بدنا رئيس يطبق هذه المسلمات كي يستعيد لبنان دوره الطبيعي بالعالم العربي الشقيق وبالمحيط تبعه باستثناء العدو الصهيوني، ويذهب باتجاه التفكير بالأمور المشتركة مع العالم العربي لا سيما الأمور الاقتصادية الكبيرة. وفيهم ما بدي يعني أعطي أسرار أو بوح بأمور البعض بعد حتى الآن مش متأكد منها، بس نحن من متابعاتنا بنقدر نأكدها. اليوم في كثر من الأشقاء العرب من كبار رجال الأعمال عم يجوا
لحتى يعيدوا استثماراتهم بلبنان، عم بيفوتوا على شبكات الفنادق، عم بيفوتوا على بعض المصارف يلي هي عندها مشاكل، عم بيفوتوا على بعض القطاعات يلي هي ملحة وصحية ونافعة، تحديدا المستشفيات. وبالتالي في بارقة أمل من عودة المستثمرين العرب الأشقاء إلى الداخل اللبناني. هيدا ببشر أنه إذا مشيت الأمور بالشكل الطبيعي وقدر لبنان استعاد عافيته بانتخاب رئيس وتطبيق مسلمات الدستور، لبنان قادر يرجع محوري بالمنطقة، أساسي بين الدول الشقيقة. مش أمل رهان على دور. نحن اليوم حضرتك ذكرتي قبل شوي شغلي انه كانوا دايما ننطر ينتخبوا رئيس يوم يطلع مش كويس، او بالاحرى ما فترة عهده تكون الامور سلبية على الوضع اللبناني والمواطن. نحن شوية امل يطلع بالعكس. نحن عم نحط مشروع لهذا الرئيس ودور. لما منحط له المشروع هو تطبيق الدستور، الدور هو إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي من خلال مسلمات الدستور. المهمة الأساسية استعادة الدولة ومؤسسات الدولة، تطبيق القوانين، منع الفساد، منع الأمور اللي هي منا لمصلحة. لا مش ما في شيء مستحيل. عم بدهمنا الوقت. بس هو بسؤال بإيه أو لا في تغيير نظام؟ لا اعتقد بلبنان ممكن يعني أبدأ. ورئيس بس بيجي بخبه باقتضاب لانه الوقت كتير دهمنا. في رئيس جمهوريه اي متى الفتره ممكن تعرف ولا ما لنا ظاهره ابدا؟ لا منا ظاهره حاليا. منا صعبه ابدا، انما بقراءه واقعيه بدنا نشوف مسار الحرب. كم شهر يعني ممكن مسار الحرب الدائره مش في فلسطين؟ خلي بعد امري لأنه حيقول لي مبدأ الوقت كتير خلص. بدنا نشوف مسار الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة. ممكن نقعد سنة بعد يعني؟ بدنا نشوف تحرك اللجنة الخماسية. أنا أعتقد أول الصيف قالوا لنا بشهر 7. أنا أعتقد أول هيك الصيف هيك خبرونا بشهر تموز، ونتمنى يكون قبل كمان بشهر تموز هيك قالوا لنا. عندك اسم؟ بسؤال ما تجاوبني جواب مبهطن. لا ما عندي اسم، ولا انا لا اراهن على الاسماء، انا اراهن على المشاريع وعلى الدور يلي بده يلعبوه بلبنان. في كثير اشخاص كفؤين، في كثير اشخاص كفؤين بيتمتعوا بكل هذه المقومات والكفاءه وقادرين انه يكونوا يعني انسان مش من الـ من الـ من الساحه الموجوده. انا لا اعتقد من الساحه. خلص الحاله السياسيه القائمه واشخاصها غير نافعين مطروحين اساميهم مش حيجيبوا غير نافعين. اخر كلمه حتقولها للمشاهدين قبل ما انا اختم، لانه بانتظار وتعيدهم، لانه انا بعتذر كثير معايات على شهر رمضان، بس يمكن كثر الضغط النفسي بنعتذر. دكتور تفضل. انا بدي اتمنى للمشاهدين الكرام بالعالم العربي وبلبنان والعالم العربي اجمع والعالم المحيط فينا كله ان يكون شهر الخير، شهر الكرم، شهر الفضائل، وان يحمل شهر رمضان المبارك كل البركات لإعادة أمورنا إلى ما كنا عليه سابقا. كنا الحضارة العربية مشعة ومشرقة في العالم أجمع. إن شاء الله منرجع لهذا المستوى، وأكيد الأمور ممكن أنه تحصل إذا وجدت النيات السليمة والإرادة الطبيعية. أمل دائما بتعطينا يا دكتور، عن جد ثانك يو لاستضافتك. شكرا لك. أنا ومخرجنا شكرا للمخرج نادر الحشاش، شكرا للقناة اللي بدنا نطلع عليها، لأنه حقيقة نتأمل من هذه الإطلالة إطلالة خير كمان. أكيد بختم حلقتنا أعزائي المشاهدين بدعايتكم بشهر الفضيل اللي عاد عليكم وعلى الأمة العربية كلها، وإن شاء الله تكون أسئلتكم والأجوبة عم تكون كافية وشافية، ودائما الدكتور عم بيعطينا زادة أمل وصول هالظروف الصعبة. وإلى اللقاء مرة تانية بحلقة جديدة.